Queva او انفيرو فينا كيفا. ابص الاقي التيونيكا انتما ما هي اللي هي الاندوثيليال لاير. مفيش حاجه اسمها كونكتيف تيشو لاير، مفيش حاجه اسمها فينستريتد لاير الاستيك لاير زي ما قلت، مفيش الكلام ده كله. وبعدين الباص اللير بتاعتها very few in number السموث ماسل لير sometimes مش موجوده خالص. سموث لا السموث ماسل اللي هي التيونيكا ميديا very few muscle fibers smooth muscle fibers very few. عشان كده الوول بتاعه ثين وعشان كده كولابسد، لان لو الماسل لاير ويل ديفلوبد هتلاقي الارتري ماسك نفسه اوبند وكويس ماسل، انما ماسل فايبر صغيره جدا تلاقي الوول كولابسد وتلاقي الارتري تمسكه كده تلاقيه يتشكل معاك زي ما انت عايز. والكونكتيف تيشو لاير كبيره بقى هنا، دي الماسل صغيره لكن الكونكتيف تيشو لاير كبيره، موجود فيها الاستيك فايبرز، موجود فيها كولاجين فايبرز، موجود فيها فايبروبلاست، موجود فيها بلاد فيسز نيرفس، لكن التيونيكا ادفنتيشيا تخينه في الفين ده، التيونيكا ميديا رفيعه، مفيش الاستيك تيشوز خالص في الميديا خالص. واللايرز فيري ثين لاير اوف سموث ماسل فايبرز موجوده. يتنقل ايه البيج فينز للميديم سايزد فين لغايه ما توصل للفينيولز. الفينيولز دي اصغر حاجه، بعدها الكابيلاريز نفسها هي اللي بتعمل فينيولز. يعني ايه الدوره الدمويه ماشيه ازاي بالظبط عشان برضه تفهموها. الارتريس اهو يجي مدي زي الاورطه، يجي مدي الميديم سايزد ارتريس للسمول ارتريس للارتريول، الارتريول ده هو يجي مدي كابيلاريز عشان تغذي الانسجه، تنزل اكسجين تنزل النيوترينت وبعدين تتكون كابيلاريز الناحيه الثانيه، تشيل ثاني اكسيد الكربون والميتابولايت وتعمل تعمل الفينيول. الفينيول يعمل سمول فينز الميديم سايز فين لغايه نوصل للبيج فينز وبيرفنا كده يجي داخل الهارت وهكذا الدوره دي. فالارتريول يدي ار اي كابيلاريز ارتريال كابيلاريز وبعدين تدخل التيشو يطلع كابيلاريز ثاني تعمل لي الفينيول والفينيول يعمل سمول وهكذا. دي الدورة بتاعت الدم. فالفينيول ده هو أصغر حاجة بعديه الكابيلز على طول. الفينيول ده ليه كاركترستيك نمرة واحد، أبص ألاقي اليومن بتاعه في اندوثيليال لاير أهي. الماسل لاير يا دوب لاير أو اتنين بس. ولاقي كاركترستيك ليه عليه خلية تانية، هذه الخلية تانية بيسموها البيريسايتس. بيريسايتس انما المصل عبارة عن 1 اور 2 لايرز بس، مصل لايرز وفي البيريسايتس، وده الايه الاندوثيليال سيل. ده كاركترستيك للفين للفينيول. يبقى كاركترستيك للارتريول اللي احنا قلناه كان الارتري وعليها مفيش ادفنتيشيا خالص نهائي، انما الفينيول ده عباره عن اندوثيليوم وعليه 1 اون 2 لايرز بس ماسل لكن عليه بيريسايت. ايه البيريسايت ديت؟ البريسايد دي خليه موجوده على الفينيولز وبعض الكابيلاريز. كونتراكتايل بتكونتراكت، لما بتكونتراكت
بتزود الفلو بتاع الدم اللي جاي من الكابيلاريز والفينيول عشان يوصل لمين؟ للسمول فينز. فهذه البيريسايت كونتراكتايل زائد الكونتراكشن اوف ذا فيري فيو ماسل لاير، فبتدفع الدم من الفينيول للفين صغير. ده كاركترستيك للفينيولز. يبقى اللي احنا خدناه هيستولوجي بتاع الهارت كارديا الهارت نفسه، وبعدين خدنا البلاد فيسلز الاورطة خدنا مهم جدا، والارتريول مهم جدا، والفين خدنا السوبير فينا كيفا والفينيول. ده كامثلة ايه واضحة. انت فاهمين حاجة؟ فاهمين. تيجي الكابيلرز بقى. الكابيلرز ديت موضع اهتمام كبير جدا وموضع اسئلة كتيرة جدا. الكاردياك ماسل كاركترستيك ايضا لها موضع وبتيجي في العملي، صورة لها بتيجي في العملي. نيجي للكابيلرز. الكابيلرز عندي ثلاث انواع. دي الكابيلرز دي اخر حاجه، يعني مثلا عندي الارتري اورطه يجي مدي ميديوم سايزد ارتريز، يجي بعت للسمول ارتريز، يجي بعت للارتريول، يدي الكابيلرز. تيجي داخل التيشوز. هذه الكابيلرز ثرو ويتش نيوترين اوكسجين يجي داخل التيشو تو سبلاي نيوترين واوكسجين للتيشو. بعد كده يطلع من الانسجه انذر كابيلاريز ذات كاري سي او 2 كربون دايوكسيد الميتابولايت نتيجه الميتابوليزم في الخليه تيجي طالع فيه وشايلاه للفينيول، والفينيول موديه للفين وهكذا. فالكابيلاريز دهيت هي السايت اللي موجود في التيشو through which exchange of nutrient and gases. ليه بقى؟ لأن الوول بتاعها very thin wall. الوول بتاعها very thin wall عبارة عن endothelial layer فقط لا غير، عبارة عن endothelial single endothelial layer فقط ذات الكابيلاريز. single endothelial layers بس مفيش حاجة. فالوول بتاعها very thin، فسهل جدا كربون دايوكسيد يدخل، اوكسجين يطلع، نيوترينت تدخل، ميتابولايت. فعشان كده سايت اوف اكسشينج اوف جازس الاكسشينج اوف نيوترينت هي مين؟ الكابيلاريز، لانها very thin wall. الكابيلاريز لها ثلاث انواع حسب الجنكشن ما بين الخليه دي والخليه دي، حسب الجنكشن ما بين الخلايا الاندوثيليال سيلز ده، الجنكشن ما بينهم ده هي اللي بتحدد لي الثلاث انواع. ابص الاقي في جنكشن كونتينوس زي شايفينها دي، ودي في معظم الانسجه كونتينوس، يعني دي كونتينوس مع دي مفيش فراغات ما بينهم، ودي كونتينوس مع دي، دي كونتينوس مع دي، كونتينوس ودي كونتينوس مع دي، مفيش اي سبيس ما بين الخلايا ابدا. ده اللي بيسموه كونتينوس كابيلاريز، كونتينوس. وده موجود في كل اجزاء الجسم، معظم اجزاء الجسم. يجي الاقي ابص الاقي الخليه ديت والخليه ديت في جاب ما بينهم، يعني هم متصلين ببعض بس في جاب جانكشن ما بينهم. جاب جانكشن يعني في مسافة صغيرة جدا ما بينهم، بيسموها جاب جانكشنز. في جاب جانكشنز، هذه الجاب تسمح ب لارجر مولكيولز انها تطلع او لارجر مولكيولز انها تدخل، لان في فتحه موجوده اهي. وسيركولر الاقيها مدوره، الاقي الكابيلاري مخرم معنى صح.
عشان كده بيسموه فينستريتد كابيلاريز، مخرم، لان ده خرمه اهو فتحه. فعشان كده لارج موليكيولز ده الفينستريتد ده هو كاركترستيك ليه ان هو الاقيه موجود في الكيدني، الاقيه موجود في الانتستينال فيلاي. الكيدني والانتستينال فيلاي من الايه؟ والاندوكراين جلاند، والاندوكراين جلاند والكورويد بليكسس. كل الاماكن دي الاقي فيها الايه؟ الفينستريتد مين؟ كابيلاريز. ليه؟ لان فيها خرام. فعشان كده تسمع واحد كالحمار مثلا، الحمار هيدخل ازاي الدم؟ هيدخل الكابيلاري ازاي؟ لا الراس هندخل خارج ليه؟ ده فينستريتد كابيلاريز، عشان كده موجوده في الانتستينال فيلاي. عشان when the حمار is absorbed it will be absorbed through the fenestrated capillaries. صح ولا لا؟ اه زميلك نام. يعني نام. قال لك اعمل ايه بقى طالما دخلنا في الايه؟ طيب ده اماكن الاسئله فين؟ الفلاي دي فين؟ الكابيلاريز دي فين؟ نوع الكابيلاريز دي فين؟ ليه الاورطه فيه لاستيك بالطريقه ديت؟ دي اماكن الايه؟ فين ال ابص عليه مثلا البريكارديوم، مثلا البريكارديوم فوجن ده مين اللي عامله؟ ميزوسيليوم ده. ده الايه اللي هي معظم الاسئله اللي بتيجي في هذه الحته دي. مش هجي لك شرح تفصيلي ده، لكن هجي لك النقط المهمه. مثلا كابيلاريز زي دي موجوده في انهي حته؟ مثلا فينستريت كابيلاريز بريزنت فين مثلا؟ اللي وراها بقى كومبليتلي سيبريتد انتستاينال. يعني ايه؟ الاقي الكابيلاري ادي الاندوثيليال سيلز اهي، والثانيه اهي فيري لارج موليكيولز كان باس ثرو ات سيبريتد ديسكونتينيوس، او بيسموها ساينوسويدال كابيلاريز. كومبليتلي سيبريتد، مش اوبن جانكشن. لا ده اي ده لو مين دخل، لو حمار دخل هيطلع منه. ودي اللي بيسموها ديسكونتينيوس كابيلاريز او ساينوسويدال كابيلاريز. دي موجوده في الليفر ساينوسويد، موجوده في البون مارو ساينوسويد، موجوده في البلين ساينوسويد. كل ده كل موجود فيه. فدول الثلاث انواع كابيلاريز المشهوره واماكن تواجدهم واهميتهم. الكابيلاريز بقى عندي ارتريز، هارت، ارتريز، فينز، كابيلاريز. طيب ان سمعتوا عن حاجه اسمها اثيروسكلروزس؟ اثيرو اسكلروزس. سمعتوا حاجه اسمها اثيروسكلروزس؟ تصلب الشرايين. ابص الاقي الشريان كده اهو، لو مقطع فيه وادي اليومن بتاعه اهو. ابص هيتكون فيه بليتلي، ويتكون فيه بليدنج، ويتكون فيه فات ودهون. وابص الاقي الوول بقى متصلب. الاثيروسكلروزس بيبدا في اي حته من الارتري؟ ها؟ منين؟ بتتكلموا حد حتى لو غلط ما تقولوا اللي انتوا عايزينه. من الاندوثيليوم، يعني من الانتما، صح؟ بدايته من الاندوثيليوم، بدايته من الانتما، لان الانتما هي الاندوثيليوم جزء من الانتما. الانتما فيها الانتما
والكونكتيف تيشو لير وانتينا الاستيك دول كلهم بيعملوا انتما. فالانتما دهيت هي سايت اوف ارتيريوسكلروزس. الاندوثيليال لير دي هي سايت اوف ارتيريوسكلروز، حيث يحصل تصلب الشرايين ويحصل فيه ثرومبس، والثرومبس ممكن تيجي سايبه الشريان وراح في اي حته، عامله امبلس قافله، يجي له شلل نصف، يجي له ايه اي حاجه، وخاصه ديورنج الايه الاكزام. يعني في طلبه منكم بص بعد الاكزام جت نايمة على الارض كده وكوما، ده نتيجه جلطه ودخلت نتيجه الاسئله مش عارفها، فالضغط الدم بتاعه عالي، فالارثروسكلروزس حصل بسرعه وانفجر الاندوثيليا وعمل كلكيع ودم ومش في الدم ومات. 49% من الطلبه بعد الامتحان، وان شفتوه من شفتوا امتحانته انتوا كنتوا كده الاول، انت كان المدرج بيبقى مليان لغايه هنا، انما بص اكزامينيشن 49% خلاص جالهم اثيروسكلروزس وصلوا بالشرايين وماتوا، و49 اللي في الامتحان اللي جاي الباقيين يعني على اخر السنه هيتفضل مثلا 2 3 بالظبط كده. ده فيعني صحوا كويس. طيب ده من ضمن احد الاسئله، الاثيروسكلروز عيان مش عارف ايه عنده اثيروسكلروز وهايبرتنشن ومش عارف ايه، which of the common sides of the above condition endothelial layer musculosa internal elastic lamina external elastic lamina. كلام فاضي، كلام فاضي زي ده. البلاد فيسل الكابيلاريز هيستولوجيكال اكزامينشن بتاع السينوسويدال كابيلاريز، which is the most characteristic of this sinusoidal capillary, completely separated, open junction, continuous مش عارف ايه او completely separated. كلام فاضي. Where is the site of sinusoidal capillary? Sinusoidal زي اللي فيها السينوسويد، الايه البون مارو والسبلين والايه والليفر، يعني هتلاقي الاسئله كلام فاضي، مش يعني مش حاجه تخضني، ومعلومات خد المعلومات سوبر فيري سوبرفيشال، يعني ما ايه ما تتعمقش قوي في الايه في الموضوع، يعني ده شكله كذا، ده بيعمل كذا. كاردياك ماسل ايه برانشنج استرايشن سنترال نيوكليوس، وايه يعني تاني السنترال نيوكليوس ليه يعني المشكله، يعني البركنج فايبر فيها جلايكوجين كتير ليه، عشان ازود اي تي بي عشان السرعه بتاعت الكوندكشن، يعني كله كلام فاضي. برانشنج ليه المسلز عشان تو كوندكت الامبلس فيري فاست تو ذا نيبرنج فايبرز. ليه انتركليت ديسكو في اوبن جانكشن عشان الامبلس تعدي بسرعه لانها مفتوح، اوبن جانكشن يعني مفتوحه، ده اللي بيخلي السرعه. كله هتلاقي الاسئله كلها كلام فاضي بالطريقه دي، يعني مش تلاقي حاجه ايه يعني غتتة. وفي نفس الوقت خد المعلومات الكبيره كده ك يعني ما تكلكعش في الهيستولوجي قوي. يعني بالنسبه للعملي صور الكاردياك ماسل دي بتنزل، تنزل الكاردياك ماسل والسكريتال ماسل معاه، وده لاقيها سنترال نيوكليا والثانيه بريفرال نيوكليا واضحه جدا، ودي برانشنج يعني لو جبت واحد في سنه ما دخلش مدرسه خالص نهائي لسه وجبته هيقول لك دي كاردياك ماسل، لو دخل المدرسة مش يعرف، مش عارف يعني دخل غيط الاعدادية كده قلت له ده يقول لك مش عارف، لكن لو جبته وهو صغير لسه بيلعب في الشارع وشديته كده دي كاردياك ماسل، لانه برانشنج ما فيش يعني كلام فاضي مش عارف، يعني هو الموضوع ابسط مما تتخيله. طيب حاجة اسمها انيوريزم، انيوريزم انيوريزم ابص على الارتري ماشي كده في امان الله، الاقي في ساعات الارتري بيكمز جزء من الارتري بيكمز لارجر، ده اللي بيسموه انيوريزم. انيوريزم يعني
يا نهار ابيض، صلاة الله وبركاته. يا نهار ابيض، احنا اتاخرنا. لا لا لا، بيتفضل يا بيه، اتفضل. انت حضرتك انا ماشي اهو. لا لا خلص لا بيه، لا يمكن، لا يمكن يا بيه، لا خلص. ده منافي للقانون يا بيه. لا غير القانون، طالما سعادتك جيت لازم امشي. صح، بعد كده بس اقول لك كمل معاهم انت، انا اجيب بعدين. لا يا بيه، ازاي سعادتك مجرد بيه تنتي يعني بعدك كده يا بابا. لا بيه.